بس كلام. أجندة ثقافية. والآن أجندة ثقافية. بالعناوين، وأول عنوان خبر معنا لليوم: الزاوية دعوة للتعايش ونبذ العنف. الخبر الثاني البيضاء تحتضن ندوة الإصحاح البيئي. بنغازي تحذر من أمراض القلب على طريقتها. غدا أمس دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز. أما آخر أخبارنا لليوم في أجندة ثقافية فخاص بمدينة غات، ومشاركة متميزة لفرقة غات للفنون في المعرض الزراعي. إلى الخبر الأول: زاوية دعوة للتعايش والعنف ونبذ العنف. أقامت منظمة منبر المرأة للتنمية بتعاون مع الشؤون الاجتماعية الزاوية الغرب بمقر مدرسة الصابرية للتعليم الأساسي والثانوي للبنات ورشة عمل حول المشاركة المجتمع بين في السلم الاجتماعي. الورشة اللي تشارك فيها عدد من الشباب البلدية ومؤسسات المجتمع المدني وموظفي شؤون اجتماعية الزاوية الغرب تهدف إلى نشر السلام ورفض النزاع المسلحة وتحقيق السلام المحلي. ركزت محاور الورشة العمل في هذه الورشة على ورقات البحثية على نبذ العنف، وتم تقييم عرض مرئي يؤكد على نشر روح السلام والتصالح السلمي في المجتمع. إن شاء الله ربي يوفقهم فيما له الخير يا رب. إن شاء الله. إلى ثاني أخبارنا لليوم: والبيضاء تحتضن ندوة للإصحاح البيئي. حيث أقيمت في فندق الثريا في مدينة البيضاء ندوة للإصحاح سموها الإصحاح البيئي تحت شعار لنرسم مستقبلا أولى خطواته بيئة نظيفة. الندوة تستمر ليومين، يتم خلالها عرض مناقشة عدد من الأوراق البحثية ذات العلاقة بالبيئة والنظافة مع طرح الحلول المقترحة بخصوص الإصلاح والإصحاح البيئي. فإن شاء الله يا رب العالمين يكون في ندوات زي هذه واجد، ويكون في لها خلينا نقوله نتائج وحاجات تصير فعلا. نحن نهتموا بالبيئة والنظافة، كل واحد يبدأ بروحها. أول حاجة نحن ما نلوحوش حاجات في الشارع ونقوله عادي زي الكل، لأن كل واحد لما يبدأ بنفسه ويبدأ بالصح حيكون غيرك نفس الموضوع، وهكذا تستمر. بنغازي تحذر من أمراض القلب على طريقتها. زي ما قامت طلبة الطب وأطباء الشباب في مدينة بنغازي مسابقة المشي تحت إشراف الاتحاد الفرعي لألعاب القوة بمناسبة اليوم العالمي للقلب الذي يوافق يوم 29 سبتمبر من كل عام. يشارك في النشاط ما يقارب على 40 مشاركا ومشاركة باش يتعرفوا على مرض القلب وتحذير من مخاطره. أيضا بذلت طلبة الطب والأطباء مجهود كبير من أجل رفع منسوب التوعية وخلق بيئة صحية خالية من الأمراض. إلى رابع أخبارنا والأخير عندي أنا لليوم: غدامس ودورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز. حيث نظم مكتب السياحة ببلدية غدامس دورة تدريبية في مجال الخياطة والتطريز على الجلد للصناعات والملابس التقليدية، وشهدت الدورة مشاركة أكثر من 130 متدربة من ربات البيوت متقسمين على مجموعتين في الفترتين الصباحية والمسائية تحت إشراف جمعية تونسية فرنسية ليبية. تستمر الدورة لمدة 30 يوم، ليقام بعدها معرض في ختام الدورة لعرض منتجات المتدربات خلال هالكورس أو هالتدريب المقام لمدة 30 يوم. فحلو الموضوع ان هم بعد هذا كله ما يدربوش ويروحوا لحياتهم، يعني يكون في عرض للخياطات اللي داروها والتطريزات والاعمال اللي هم داروها، حيديروا معرض يعرض كل هالاعمال اللي داروها خلال الكورس هذا اللي لمده 30 يوم لل 130 متدربه. إلى آخر الأخبار: غات مشاركة متميزة لفرقة غات الفنون في المعرض الزراعي. ضمن فعاليات معرض ليبيا الزراعي شاركت فيه فرقة غات الفنون الشعبية وجمعيات مؤسسة الخيرية للمرة الثالثة على التوالي. قدمت فرقة غات الفنون الشعبية اللي تعد من الفرق الموسيقية القديمة في الجنوب، حيث تأسست عام 1850 العديد من الرقصات الشعبية والفلوركية والأغاني
التارجية. مش بس كلامه.